عن الأمم المتحدة. بنشتغل في أكثر من 104 دولة. وكيف تتعامل مع أخطر التحديات أمام شعوب العالم؟ المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والفساد. كل ما له صلة بالجريمة المنظمة هتجه حضرتك إن في تعاون ما بين قوى الشر. وعن الشباب وثنائية المخدرات والتطرف. الشباب كيف يمكن إن احنا نحمي بالفن، بالتعليم، بالوعي، بالإعلام، بكل الحاجات دي مع بعض. يعني احنا عاوزين شباب واعي قادر على انه هو يقرر ويقول لا للغلط. وعن جائحة كورونا والفساد واستغلال بعض شركات الدواء. ده مجال غير انساني على الاطلاق. يعني الجريمة ملهاش يعني حدود ولا تراعي الانسانية في شيء. بالعكس، في كل مرة بيكون في ازمة عالمية بتجدي من يستفيد من هذه الازمة. حوار خاص مع الدكتورة غادة والي، وكيل الامين العام للامم المتحدة، في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.